أجواء اليوم الأول للثانوية العامة، الله أكبر. برنامجنا التاسعة يستطلع آراء المواطنين أولياء الأمور والأمهات، يا عيني المسكينات دول مع الولاد. ما تبطلوا يا جماعة العادة بتاعة أنكم تروحوا مع العيال لحد باب المدرسة اللي هيمتحنوا فيها دي، بجد والله أنتوا بتوتروهم وبتوجعوا لهم دماغهم بصراحة، والعيال بتبقى قاعدة طول الوقت قلقانة ومتوترة. بجد بلاش الطريقة دي، غلط. انتوا بتحبوهم وخايفين عليهم بس انت بتوترهم، بالاضافه ان العيال كبار فبيبقى شكلهم مش لذيذ وهم رايحين ومع ماما يعني. على كل التوفيق لكل العيال، وادعوا لبنتي عشان هي كمان ثانويه عامه. تشوف التقرير ده وفاصل ونكمل الكلام. والله استعداد من اول السنه، مش هقول لك اليومين دول، لا احنا مستعدين من اول السنه، يعني من اول ما البنت بدات واحنا على اعصابنا، ربنا هو بس اللي عالم. صراحه احنا كنا متوترين جدا، وطبعا البيت كله رهبه، وعايزه اقول لحضرتك ان انا خايفه جدا، بس طبعا ما اقدرش انقل لها الاحساس ده، وربنا معاهم جميعا يا رب ان شاء الله. ما كانش فيه تراكمات ولله الحمد، والحمد لله يعني الـ كله الحمد لله على تمام ان شاء الله باذن الله. زي جدول معقول الحمد لله، وهي استعدت ماشي مع المدرسين اللي هي بتاخد معاهم دروس وكده. جدول طبعا جدول، ما فيش خروج كتير، كله تمام يعني، حتى مع علم علوم تمام، وادبي انا شايفه ان هم تمام، بس فكره ان هم حاطين لنا في الرياضه في الاخر خالص، يعني هيعدي شهر كامل على الامتحان الرياضه، ففي طلبه ممكن تنسى الرياضه نفسها. بتتكلم عن ايه؟ والله السنه دي الحمد لله الثانويه العامه الجد في تنظيم اكتر عن السنين اللي فاتت، الجدول حلو جدا يعني، مريحينهم بين كل ماده وماده، فالحمد لله يعني الجدول احسن من السنه اللي فاتت كتير جدا. كان الامتحان كان حلو الحمد لله، والاسئله يعني كانت في مستوى الطالب المذاكر شويه، ويعني كانت الدنيا كويسه. الامتحان زي الفل وحلنا حلو الحمد لله. الدين صعب قوي والله، بس الحمد لله الدنيا ماشيه يعني، والتربيه الوطنيه الحمد لله ماشيه شغاله يعني، الحمد لله صح. والله الامتحان الحمد لله كان كويس، الدين بس اللي بيقولوا عليه صعب شويه، هو كان جايب يعني جزء معين من سوره النساء، المفروض علينا سوره لقمان وسوره النور. امتحان الدين اسئلته حلوه جدا، ويعني معلومات عامه يعني، فتمام يعني.